ستابيليتي ذا نويو اتوميك. لحتى احكي عن ستابيليتي ذا نويو اتوميك لازم احكي عن انرجي دي ليزون بار نيكليون ال بار A. انرجي دي ليزون بار نيكليون on définit également une énergie de liaison par nucléon EL par A qui est égale EL sur A. Par définition, c'est l'énergie moyenne minimale nécessaire à extraire un nucléon du noyau. Yani, le fait entre l'énergie de liaison et l'énergie de liaison, c'est l'énergie minimale fournie au noyau pour séparer ces nucléons. On, c'est l'énergie minimale nécessaire pour extraire un nucléon du noyau. يعني أنا عندي نويو هو أنصام دي نكليون لحتى أقدر أسحب نكليون واحد بروتون أو نيترون لحتى أقدر أسحبه بحاجة لأنا أصغر انرجي تقدر تسحب هيدا النكليون سميها انرجي EL بار A. طب لحتى أجيب EL بار A كيف بدي أحسبها؟ هي بجيب الانرجي دي ليزون بقسمها على الـ A. انرجي دي ليزون مرقت معنا قبل اللي هي EL إيجال دلتا أم سكري بقسمها على الـ A حسب الإلمو. إذا عندي مثلا فير بقسم الـ A للفير هي 56 بقسمها على 56 يعني بجيب الـ EL بار A للـ للفير بقسمها على 56. إذا عندي مثلا كالسيوم بقسمها على 20 على عفوا على 40. إذا عندي مثلا هيليوم بقسمها على 4 بقسمها على الـ A دائما. عندي يورانيوم بقسمها على 238 حسب الـ A حسب الإلمو اللي عندي. طيب عم بحكي عن الانرجي دي ليزون بار نيكليون ربطها بال علاقتها يعني بالستابيليتي parmi deux noyaux celui qui a la plus grande énergie de liaison par nucléon EL par A est le plus stable. يعني باختصار اذا عندي دو نويو X et Y هودي دو نويو X et Y بحسب لهم EL par A مثل ما اتفقنا EL على A لل X وبجيب ال EL par A على A لل Y وبعمل comparison. إذا سي EL par A ل X plus grand que EL sur A ل Y donc le noyau X est le plus stable que Y. طيب إذا طلعوا بالعكس إذا كان EL par A ل Y هي plus grand que EL par A ل X بقول ال Y هو بيكون ال plus stable. فإذا اللي عنده energy أكبر من أي اثنين إليمون عنده energy de liaison par nucléon أكبر. انتبهوا مش اللي عنده energy de liaison أكبر لانه قد يكون اثنين اليمون ممكن يكون مثلا نقول الفير واليورانيوم. طب الفير الانرجي دي ليزون اللي له هي اصغر من الانرجي دي ليزون تبعه لليورانيوم ولكن اذا بجيب ال EL بار A للفير بتطلع اكبر من ال EL بار A لليورانيوم لانه انا بالنتيجه بدي اقارن مع ال EL بار A مش ال EL. فاذا انتر دو نويو celui qui a la plus grande énergie par de liaison par nucléon اللي بلي ستابل اللي عنده أكتر أي اثنين إليمون اللي عنده أكتر إنرجي دي ليزون بار نيكليون هو بيكون اللي بلي ستابل فالتاني بيكون الموان ستابل. كورب داستون لا كورب داستون ريبريزونت لا فارياسيون دي لينرجي دي ليزون بار نيكليون افيك لي نومبر دو ماس. هلا هيدا أستون هو العالم الإنجليزي فرانسيس ويليام أستون هيدا انشهر بالكورب اللي عمله. عمل هيدا الكورب اللي هو عمل فارياسيون يعني جاب كل الاليمون شيمي كل النويو حسب ال EL بار A وعمل جراف حط ال EL بار A اون فونكسيون دي A وصار يحط هون على هيدا الجراف صار يحط البوزيسيون للنويو التاني اللي طلعوا عنده البوزيسيون اللي طلعوا للنويو اللي عمل عليهم دراسة فتبين انه اذا عمل EL بار A مثل ما هو عمل EL بار A اون فونكسيون دي A طلع عنده هول بوزيسيون. اللين اللي انتم شايفينه هون اللين دي كولير روج هو هيدا اللي بيربط لي بوزيسيون دي نويو اي تي دي. فاذا مجموعه النويوهات اللي عمل لهم دراسه وعمل جراف EL بار A انرجي دي ليزون بار نيكليون اون فونكسيون دي ا طلع معه هذا الخط. هون مثل ما شايفين في اوريزونتالمون في عندنا لين دي كولير بلو البوانتيغي هيدا هون اذا بتقروا هو ويت ماف. الويت ماف بيعتبروها هي اذا بدكم مثل حد فاصل او انرجي ليميت لحتى يميزوا النويو الستابل عن النويو انستابل. كيف يعني؟ نحن بنعرف انه النويو بيكون بلو ستابل اذا الليزون اقوى يعني بالاحرى اذا عامل انرجي دي ليزون اكبر وبيكون انستابل اذا الانرجي دي ليزون خفيف. فاذا اذا انا بين اثنين نويو لا اقدر انا او الانرجي اذا كانت الانرجي دي ليزون بار نيكليون اكبر لاليمون اذا عندي اثنين اليمون الانرجي دي ليزون اللي عنده انرجي دي ليزون بار نيكليون اكبر هو البلو ستابل. فاذا انا هون اذا اخذت الليميت هو الويت فبقارن مين عنده انرجي دي ليزون فوق الويت فبيطلع من اللي عندهم كل النويوهات اللي عندهم A
entre 20 et 180. هول شو بي 190. فإذا entre 20 et 190 إذا accompli entre 20 et 190 عم نلاحظ إنه الكورب إي أوديسو دو ويت فوق الويت. وهو نحن عم نقول هول بيكونوا بلو ستابل. طيب وقبل ال 20 وبعد ال 190 شو عم نلاحظ؟ عم نلاحظ إنه الكورب تحت الويت. ف لما بيكون الآئق encadré entre 1 et 20 l'énergie de liaison par nucléon est inférieure à 8. طيب إذا كان entre 20 et 190 l'énergie de liaison عم بتكون supérieure à 8 MeV, أكبر من 8 MeV. طيب برجع هون اللين مثل ما لاحظتوا برجع بينزل تحت ال 8 MeV انت لما الـ A plus grand que 190. Alors pour A plus grand que 190 l'énergie de liaison par nucléon est inférieure à 8 MeV. فإذا هون هيدا الويت هو الفاصل مثل ما قلنا بين النويو ستابل والنويو استابل. النويو ستابل اللي بدنا انرجي اكثر، يعني انا بقول النويو اللي بلو ستابل سونسي كيون اون فورت انرجي دي ليزون بار نيكليون. دونك سي سون لي نويو كيون دي نومبر دو ماس كومبلي انتر 20 و 190. فإذا خلينا نحفظ كل النويو اللي عندهم ا انتر 20 كومبلي انتر 20 و 190 هون نطلق عليهم نويو ستابل. شو يعني نويو ستابل؟ يعني هن بدهم انرجي اكبر لاقدر انا فككهم اذا بدكم. بنفس كورب داستون لاحظتوا راح اقسم انا هون مثل ما اتفقنا انتر 20 و 190 هو عندهم انرجي دي ليزون بار نيكليون و بلو كرون كو 8. فاذا هو سميناه هون نويو ستابل. شو الكاركترستيك لنويو ستابل؟ في عندي اثنين كاركترستيك. الكاركترستيك الاول انه ال بار ا هو بلو كرون كو 8 ميف. اثنين ال ا اي كومبلي انتر مين، يعني ليكون ال ال بار ا اكبر من 8 ميف حيكون ال ا حكما هو بين 20 و 190. فاذا كل نويو اللي عندهم ا نمبر دو ماس كومبلي انتر 20 و 190 سي سون لي نويو ستابل. مثل شو يعني نويو ستابل؟ يعني عندنا مثلا البوتاسيوم، كالسيوم إذا بدكم، الفير، الكوبالت. الفير هو أكثر استابيليتي، الكوبالت، النيك، الكويفر، الزنك، الموليبدان، كثير السيزيوم، الكزينون، الأرغون، كثير هول النويو عندنا هون كلهم موقعهم بيكون عندهم الـ A بين 20 و 190. طيب إذا اللي بالنص هون قلنا بين 20 و 190 هن نويو ستابل، طيب شو بقي على الطرفين؟ اللي عندهم ال تحت الويت. ال تحت الويت يعني نحن عم نحكي عن نويو انستابل. طيب هون في نويو قبل لان لونه الاصفر هون، وهون في نويو انستابل اللي حاططهم بالاصفر. طيب كيف بميز بين هون نويو الانستابل؟ اذا بلاحظ هون ال ا هي بلو بيتي كو 20، هون ال ا بلو كرون كو 190. يعني هون نويو هن خفاف. مثل شو يعني نويو خفاف؟ يعني هون عندكم ببلش او اخف نويو هو الهيدروجين اللي هو عنده ببلش من القش. يعني مثل الهيدروجين، مثل الهيليوم، الليثيوم مثلا، البور، الكربون، الازوت، الاكسجين، النيون. نيون هو على العشرين اخر شيء تقريبا. هون كلهم هن نويو ليجي، ومش بس نويو ليجي، نويو ليجي وانستابل ليجي، لانهم عندهم اقل بار A بلو بيتي كو 8 ميف، وبال A أصغر من 20. طيب بنل هون بالمقابل الميل الثاني كمان الكورب نزل تحت الويت، فإذا بطل هيدا النويوهات اللي هون بطلوا هن مثل اللي هون، يعني بطلوا نويو ستابل. بعد إنه هو شو صار اسمه نويو انستابل. إذا هو سميناهم نويو انستابل اللي جي لأنه الخفاف، هون نويو تقيلي، نويو لور انستابل لور. مثل شو يعني نويو انستابل لور؟ يعني مثلا عندنا البولونيوم دي سون 210، البولونيوم، عندنا البلومب 209، عندنا الراديوم مثلا رادون، راديوم، التوريوم 230 او 229، عندنا اليورانيوم. هو كلهم في كثير معادن بعد هون عندنا، او كثير اتومات او نويو اتوميك عندهم الا بلو كرون كو 190. فاذا النويو انستابل بنسميه نويو انستابل لور، اللي هن عندهم ال بار ا بلو بيتي كو 8 ميف، و A بالمحصلة حتكون بلو كرون كو 190. فإذا بهيدا الكورب داستون نقدر نحن نميز ما بين نويو ستابل ونويو انستابل عبر أو الـ L بار A فوق الويت أو تحت الويت، أو الـ A وين موجود. هون لحد هون بيكون نحن خلصنا الإكسبليكاسيون للشابتر 18 نويو أتوميك. إن شاء الله نكون وصلنا الأفكار، ويعطيكم ألف عافية.